لي من بعد جاهك مشتكى، ولا ملاذا يسمع من دعا أو يرحم من بكى، فإلى من أفر إن لم تحمني، وبمن أستغيث إن لم تغثني، ومن أدعوه إن لم تجبني، ومن أتضرع إليه إن لم ترحمني، ومن أتملق بين يديه إن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. النهاردة حبيبي هنعمل روتين غسيل السجاجيد، إزاي تغسلي السجادة وتعقميها ويكون ريحتها مش مكمكمة. طبعا العام الدراسي الجديد قرب، فلازم نغسل حاجتنا ونعمل الروتين الجامد دوت اللي هو غسيل السجاجيد. هنا جبت جردل وحطيت كلور، وهنا معانا اللي هو ستار كلين، ده مسحوق جميل جدا للسجاجيد. تمام، حطيت كلور وحطيت المسحوق، وهنحط شامبو ومعطر للسجاجيد في جردل من المية. أرجو المشاهدة واللايك والشير تشجيعا لنا حتى نستمر. عايزين يا جماعة نشجع الروتينات المحترمة، لان احنا والله بنتعب في الروتينات ديت قوي. حطينا هنا، زودنا الكلور شوية، وياريت يبقى كلور الوان، عشان طبعا ايه السجادة بتاعتك الوانها ما تروحش. بندوب الخلطة الجبارة اللي انا حطيتها ديت، دي الخلطة ديت بتطلع اصعب البقع. طبعا لازم تغرقي السجادة الاول، وزي ما انتوا شايفين انا كنت بغسلهم في الحوش بتاع البيت. طبعا ده بيتنا بيت عيلة، فما فيش حد في الوقت ده، كان في الفجر، ونزلت انا ايه والبنتين عملناهم في الحوش. هنا طبعا احنا ايه بنبتدي نغسل السجادة زي ما انتوا شايفين كده. دي كانت سجادة اوضه النوم، فهنلاقي فيها شوية شعر. طبعا الحتة اللي احنا الجزء اللي احنا بنغسله بين اتنين، طبعا انا استغليت بقى البنات قبل دخول الكلية، انا معايا بنت في الكلية وبنت في سياحة وفنادق، فانا قلت استغلهم ايه شد استغلال وخليهم ايه يغسلوا لي بقى ايه السجاجيد بتاعتي. والله لميت السجاجيد كلها كده، كنت خلصت ايه اول سجادة، وبالمية كده بقى وبالخرطوم ببتدي بقى ايه اشطفها شطفة كويس. اهم حاجة في غسيل السجاجيد الشطف يا جماعة، ولما تيجي تشطفي السجادة اشطفيها كده من ورا ومن قدام، يعني من الناحيتين. ياريت المشاهدة يا جماعة واللايك فضلا وليس أمر، والله الواحد تعبان في الروتين ده. أنا عارفة إن إحنا يعني إيه ستات نضاف طبعا وستات بيوت، بس كلنا يعني بنستفاد من بعض، بنتنشط. بشوفك مثلا بتعملي حاجة بعمل زيك، بتشوفيني بعمل حاجة بتعملي زي كده، وكلنا بنستفاد. هنا كنت دولت سجادتين اللي هما في الصالة اللي قدام بعض، دول شكل بعض الاتنين، فهتلاقي فيهم أبيض، فأنا حبيت إن أنا أقرص عليهم في الدعك شوية فيهم الوردة اللي هي البيضة ديت، فبتتوسخ طبعا إيه على طول. هما الاتنين إيه شكل بعض، واحدة صغيرة وواحدة كبيرة، واحدة مترين في تلاتة، والتانية كانت مترين في مترين ونص. طبعا الوسع حلو يا جماعة، ربنا يوسعها علينا كلنا. فانا حاطة الاتنين جنب بعض كده، البنات هنا بيساعدوني في شطفها. ربنا يوسعها علينا اجمعين يا رب. معلش بقى الصوت عندي شوية برد كده، انتوا عارفين
اليومين دول في تغيير كده في الجو. كده انا غسلت ايه اول واحدة وشطفتها. طبعا انا بغسلهمش عندي في الشقة لسببين. السبب الاولاني ان عندي بعيد عن السامعين كده، بعيد عنكو كده، العداد اللي هو الكارت ده كل 4 ايام بشحن ب100 جنيه، يعني حوالي ب1000 جنيه في الشهر. فطبعا المية ما بتطلعش الا بالموتور، لكن في الحوش بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده بتطلع من غير موتور والمية بتطلع شديدة. السبب التاني ان يعني بصوا في بلاعة كده في الحوش، فالمية كلها بتروح على البلاعة، يعني الشقة ما بتدهولش معي. كده انا غسلت السجادة التانية. وبنلمها طبعا ايه اهم حاجة شطفها من ورا ومن قدام، يعني من الناحيتين، من الظهر ومن الوش، لان طبعا التراب بتاع السجادة بيبقى في ظهرها. كده انا موقفاهم كلهم كده، بحط الخرطوم كده في السجادة عشان تشطف شطفة 100 100. طبعا منغسلش السجادة يعني كل يوم، فلازم نتوصى يعني ايه بغسيل السجاجيد. هنا بقى كانت الحفظتين بتاعت الصالة وبتاعت اوضه النوم اللي هي الصغيرة دي اللي هي الرمادي، والحمرة دي انا بحطها في داخل باب الشقة. ديت الصغيرة دي انا دايما بحطها في الغسالة لانها صغيرة وخفيفة، بس انا قلت لا، غسيل الايد طالما هنغسل يبقى نغسل ايه، نغسلها كده بالفرشة يبقى احسن من غسيل السجادة. انا عايزة اقول لكم الخلطة اللي انا عاملاها ديت، التلات حاجات اللي انا عاملاهم دولت اختراع والله يا جماعة، والله اختراع يا كوتش زي ما بيقولوا. بتخلي السجاجيد معاكي زي الفل ومفيش بقعة، وريحتهم بتبقى تحفة. بتحطي اول حاجة بنحطها كلور واللي هو ستار كلين، وبنحط معجون السجاجيد والمعطر، هم 4 حاجات، بتبقى الحاجة زي الفل معاكي. طبعا انا استغليت بقى البنات وقلت طبعا ايه ساعدوني قبل الايه دخول الكليات والمدارس والكلام ده. هنا بقى خلاص كده تمام، غسلتهم وبقوا زي الفل. سجدة تغسل اكثر بياضا، شايفين بقوا زي الفل معي. هنا بقى بسم الله ما شاء الله كده كانت السجادة ديت، دي بديل السجادة بتاعت قط الأطفال. طبعا أنا لما كل السجاجيد يعني والله كان روتين بصراحة، هدت الحيل بصراحة يعني. فياريت المشاهدة، أرجو يا جماعة منكم المشاهدة. هنا كانت ديت الحفظة الكبيرة بتاعة الصالة، وديت أنا بحب أحطها في الشتاء. هنا كانت السجادة ديت بتاعت الأوضة الصغيرة، والمشاية بتاعت المطبخ، دخلت المطبخ الطرقة، والمشاية اللي هي التالتة ديت بتاعت المطبخ. طبعا بنغرق، طبعا أهم حاجة تغرق السجادة الأول عشان المسحوق بتاعك ما يبقعش فيها، يعني ايه أما تيجي تغسلي الحاجة بيبقى سهلة معاكي. طبعا انا هنا ايه يعني ببل السجادة وهم ايه بيشدوا كده بالمساحة. كنت طبعا هنا ايه غسلتهم وبيشطفوا زي ما انتوا شايفين كده، اهم حاجة الشطف. هنا كنت خلصت يا جماعة الحاجة كلها الحمد لله. ارجو المشاهدة واللايك والشير.
وهنا بقى كنا ايه بنخلص كده بنعمل ايه الحوش اهم حاجة بعد المسح. يا رب النهاردة الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.